حسنت لجنة الاحتياط الفيدرالي من نظرتها للنمو خلال الأعوام المقبلة، ما يعزز التفاؤل بابتعاد الاقتصاد الأمريكي عن حالة الركود. وتوقعت لجنة صنع السياسات التابعة لمجلس الاحتياط الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% خلال 2024، وهيتباطأ ل 2% خلال 2025 و2026. وفي الوقت الحالي بيسود التفاؤل أوساط المحللين، بما في ذلك كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، واللي قال إن الآلام الاقتصادية القاسية الناجمة عن الركود زي تسريح العمال الجماعي والإنفاق الاستهلاك المحدود مش هتحصل في أي وقت قريب. وإجمالاً كانت أرباح الشركات الأمريكية خلال الفترة الماضية كبيرة، وبتواصل وول ستريت تحطيم الأرقام القياسية في دلالة على الأداء المرن للاقتصاد الأمريكي، وده على الرغم من وصول أسعار الفائدة الأمريكية لأعلى مستوياتها.